بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال الخاص بماده التصميم باستخدام الحاسب الالي في موضوع الفاينات اليمنت اناليسيس. معكم المهندس اسلام محمد، مدرس مساعد بكليه الهندسه جامعه بورسعيد. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين اللي عندنا بيتكلم عن موضوع الجهادات المركبه او الكومبايند ستريسز في موضوع الماشين ديزاين او التصميم الميكانيكي. بنحاول بقى نجيب مجموعه من التمرين ومجموعه من المسائل اللي نبدا نطبقها، او احنا عارفين حلها الحل الثيوريتيكال، ونبدا نطبقها على برنامج سوليد وورك سيموليشن، ونبدا نقارن ما بين النتائج اللي عندنا. من المسائل المشهوره اللي احنا عندنا مثال مشهور زي المثال اللي قدامنا ده. عندنا بايب، البايب دي المفروض بتنقل فلويد عندك ومعرضه لمجموعه من الاحمال ولها كروس سكشن. تعال نبص بقى على الكروس سكشن بتاعها، عباره عن تيوب. التيوب بتاعتنا او القطر الخارجي بتاعها كان عباره عن 200 ملم، والقطر الداخلي كان عباره عن 176 ملم. التيوب اللي عندنا متثبت من الجزء فيكسد وعليها حملين. الحمل الاولاني كان عباره عن 9 كيلو نيوتن و13 كيلو نيوتن في الاتجاه بتاع الاكس، و9 بالنسبه للاتجاه بتاع الواي. الطول بتاع التيوب كان عباره عن، او البايب عباره عن 1.2 متر، والمسافه اللي تحت كانت عباره عن 65 من 100 متر. الماتيريال المصنوع منها عباره عن الستيل 210 جيجا باسكال، والمطلوب زي ما احنا عارفين بنبدا نحسب الاجهادات وبنبدا نحسب معامل الامان. تعال بقى نبص على المثال اللي قدامنا. اول حاجه بنبدا نشوف والله المثال اللي قدامنا دي او الاحمال اللي عندنا دي بتعمل ايه. زي ما انت شايف قدامك ال 9 كيلو نيوتن دولت بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك بندنج على الجسم، وبتشوف القيمه بتاعت اللود 13 دي بتبدا تعمل لك ايه؟ بقى عندنا هنا مجموعه من الاجهادات زي ما احنا عارفين الكلام ده في ماده الماشين ديزاين. يبقى انت اول حاجه هتروح تحسب البندنج ستريس، وهتبدا تحسب التورشنال شير ستريس، وبعد كده تبدا تروح بقى تجمع الاجهادات اللي عندك. هيبقى عندك فيرتيكال شير ستريس برضو في الحسبان لو انت عايز تهمله، لو لان درجه القيمه بتاعته هتكون قليله، لو انت عايز تدخله في الحسبان مفيش اي مشكله. دخل بقى مجموعه التورشن شير ستريس والبندنج، ويبدا يجمعه بقى باحدى النظريات زي نظريه الماكسيمم نورمال ستريس، وبعد كده يبدا يحسب معامل الامان اللي هو عباره عن السيجما ييلد على السيجما ماكسيمم. ده بالنسبه للحل الثيوريتيكال بالنسبه للمثال اللي قدام. تعال بقى نروح على البرنامج. هو ده الغرض بقى بتاعنا بقى النهارده، او الغرض بتاعنا في الكورس بتاعنا، اللي احنا نبدا نروح على البرنامج ونبدا نطبق التمرين اللي قدامنا، ونقدر نشوف النتائج بتاعتها ونقدر نقارنها بالحل السوري. اول حاجه بنبدا نفتح البارت عادي ونبدا نشتغل على المساله بتاعتنا. المساله بتاعتك دي عشان تبدا ترسم موديل بترسمه كانه عباره عن 1 دي اليمنت، يعني بنبدا نرسمه كانه مجموعه من الخطوط، لاين هنا ولاين هنا، وندي له كروس سكشن. ده تحت بند ال 1 دي اليمنت. تعال نروح بقى نعمل الكلام ده، واحنا هنبدا نعمل خط. نخلي الوحدات بالمتر. عند الطول ده كان عبارة عن 1.2 متر، والطول ده كان عبارة عن 65 من 100 متر. خلصت الكلام ده، اروح بقى اعمل ايه؟ اروح بقى للويلدمنت وابدا اعرف الكروس سكشن بتاعي. الكروس سكشن بتاعي لو احنا اخترنا بقى الايز والبايب واخترنا اول مقاس عندنا، نختار بقى نبدا نعلم على الجسم اللي عندنا. الخطوة اللي بعد كده بنبدأ نعمل إيه؟ بنبدأ نحدد السكتش ونبدأ نعدل في الأبعاد بتاعة السكتش بالنسبة للمسألة بتاعتنا.
كان عندي القطر الخارجي كان عبارة عن 200 والقطر الداخلي كان عبارة عن 176، ونعمل بقى علامة صح للكلام ده ونبدأ نشوف شكل الموديل بتاعنا. ده شكل الشكل التيوب بتاعت المسألة بتاعتنا، بس احنا معرفين اللي هي عبارة عن قطر داخلي وقطر خارجي وعبارة عن لاين وليه كروس سكشن. تعال بقى نخلص بقى الكلام ده ونروح على برنامج سيموليشن ونبدأ نعمل التمرين بتاعنا. ده تقريبا التمرين بتاعنا رقم 22. واول حاجه نبدا نعرف الماتيريال. الماتيريال بتاعتي اول حاجه عباره عن الستيل، ما فيش فيها اي تغيير. بالنسبه للتثبيت انا عندي هنا تثبيت من عند الجوينت اللي عندك دي. وعندي القيمه للاحمال، عندي قيمتين للود، عندي فورس على الجوينت الاولانيه. تعال بقى نكتب كده على الجوينت دي ونبدا نعمل بقى ايه العمودي عليها ونختار بقى اللود. كان عندك هنا قيمه اللود كانت عباره عن 9 في 10 اس 3، وما تنساش تعكس الاشاره بتاعتك. وعندي فرصه ثانيه على نفس الجوينت اللي عندي. تعال بقى نختار امر الجوينت هنا ونختار المستوى العمودي عليها. ونبدأ نحط قيمة اللود عبارة عن 13 في 10 أس 3. ادي قيمه الاحمال، ادي عندك اتجاه الفورس في الاتجاه ده والاتجاه بتاع الواي. يبقى انا كده حطيت الباوندر كونديشن بتاعتي، سواء بقى للتثبيت فيكس سبورت من الجزء اللي ورا وبالنسبه لمجموعه الاحمال. تعالى بقى نعمل مش وبعد كده نبدا نعمل سولف للمساله بتاعتي. ادي طلع عندك قيمه الاجهاد او قيمه الاجهاد بقى، سواء بقى اللي جاي لك من البندنج والتورشن قيمته 60 ميجا باسكال. لو انت عايز تعرف بقى كل اجهاد لوحده او قيمه بقى الاستطاله بالمره اللي هي عباره عن 2.9 ملم، وتقدر تشوف بقى قيم معامل الامان. فانت عندك معامل الامان هنا يطلع لك كام، بياخد بقى قيمه اللود ويبدا يقسم سيجما يلد على قيمه الحمل او الاسترس التوتال، يطلع لك هنا قيمتها بمعامل امان بقيمته 10. ولو انت عايز تشوف بقى قيم الرياكشنات تقدر تحسب قيم الرياكشنات على الجوينت اللي عندك دي. ونبدا نعمل ابديت، هيبدا يدي لك قيم الرياكشنات سواء بقى في اف اكس و اف واي و المومنت اللي حوالين كل من كل نقطه انت عاوز تحسب عندها او قيمه الرياكشن بتاعك. وبعد كده عاوز تحسب بقى مين، عايزين نشوف كمان قيمه البندنج بس. تعال بقى نشوف قيمه البندنج هنا، طلع عندك هنا بكام، ب 34 و3 من 10، وده نفس الحل اللي طلع معانا باستخدام الحل السوري. تعال نشوف التورشنال، تعال نشوف كده قيمه التورشنال. هتلاقي عندك هنا كام؟ قيمه التورشنال شير ستريس طلع معاك ب 13 و4، وده نفس الكلام بالنسبه للحل السوري. لو انت بقى ضربت
التي في الار على الجي يطلع لك قيمه مين؟ يطلع لك قيمه التورشنال شير ستريس. ودي قيمه الدايركت شير او الفيرتيكال شير ستريس طالعه ب 3.6 من 10 ميجا باسكال. وبكده يبقى احنا عرفنا المساله بتاعتنا كانها 1 دي ايليمنت، وعرفنا الكروس سكشن، وحطينا مجموعه الاحمال، وعرفنا قيم البندنج والتورشنال، وعرفنا ازاي نبدا نحسب معامل الامان. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.